ما أقوله عن نفسي، أنا طبعا الاسم محمد بن رشيد المساعد، متخرج من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود عام 1412 للهجرة من قسم الأنظمة، وأعمل الآن بوظيفة مستشار قانوني في الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة الرياض. متزوج ولي عبد الرحمن. يجب أن يكون المنشد صاحب فكرة، صاحب هدف معين يطرحه من خلال هذا الطرح، يعالج قضية اجتماعية، قضية دينية، قضية أخلاقية إلى آخره من القضايا المتعددة والمتنوعة. فيجب أن يحدد الفكرة في الأساس، لأنه إذا خلى العمل من فكرة أصبح حول نفسه يدندن مهما جمل صوته ومهما حسن لحنه. بالإضافة إلى العناصر الأخرى، أنا أقول دائما بأنه يجب أن تتوفر على الأقل 3 من 4 حتى نقول بأن النشيد هذا ناجح، أو 2 من 4 حتى نقول بأنه جيد مقبول. لدينا لحن، لدينا صوت، لدينا أداء، لدينا كلمات. إذا توفر 2 من 4، لنفرض مثلا الصوت والأداء، ولكن اللحن والكلمة ليست بتلك القوة، فنستطيع القول بأنه مقبول. ولكن فما بالك إذا كان صوت وأداء وكلمة، فدخل بمرحلة الجودة. صوت وكلمة لحن، ولكن الأداء ليس بذاك، ولكن دخل في بوابة الجودة. فعلى الأقل إذا أردنا أن نسميه نشيدا يجب أن تتوفر فيه 2 من 4، إذا أردنا أن نقول بأنه دخل إلى مرحلة الجودة يجب أن تتوفر فيه على الأقل 3 من 4. فهي منظومة متكاملة، ولكن في الأساس نحن نرتكز على الكلمة، والكلمة يجب أن ترتكز على فكرة. جميل. أبو عبد الرحمن، النشيد هنا لا يزال في حدود المملكة العربية السعودية ولم يتعدى إلا إلى الخليج، يعني أن النشيد في المملكة محدودا بهذه الحدود الجغرافية المملكة والخليج، ولم ينتشر انتشارا أبعد من ذلك، بينما تجد أن الأنشودة في الشام أو في مصر خرجت خارج الحدود وانتشرت انتشار أكبر. ترى ما وجهة نظرك في عدم انتشار الأنشودة السعودية؟ لا أعتقد أن هناك أسباب معينة. إذا تسألني عن وجهة نظري الشخصية، فأنا أعتقد أنه من أقوى الأناشيد التي تخرج هي الأناشيد التي تخرج من المملكة تحديدا، لأنه يوجد هناك حقيقة رأيت ولمست في المملكة، هناك عناية فائقة وانتقاء فائق لنوعية الكلمات التي تقال وتؤدى، بالإضافة إلى في مجالات أخرى، مجالات الوعظية أو الزهديات أيضا، أن القصائد التي تخرج من هنا نجد فيها سلامة المعتقد يعني. ولكن أنا ألخص السبب، ربما أنه يكون الحقبة الزمنية التي ابتدأت فيها مسيرة الإنشاد في هذه الأماكن في هذه الدول. بلا شك بأن هذه الأماكن أو هذه الدول سبقونا بمراحل كبيرة جدا وبسنوات عديدة جدا، وما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعد أن قطعوا مراحل من السنوات الخبرة والممارسة، ربما تفوق السنوات التي بدأنا فيها نحن الإنشاد في المملكة إلى الآن. وبالتالي الشيء هذا يوسع رقعة الانتشار، هذا شيء. الشيء الآخر أيضا إدخال التقنية على الأناشيد الإسلامية في هذه الدول أيضا سبقنا، التقنيات الحديثة في التسجيل، النواحي الفنية. فبلا شك أن هذه الأشياء
أوجدت الأرضية لقبول هذه الأناشيد في وقت كانت الأناشيد لدينا بشكل بسيط عادي وبشكل يعني خالي من أي مؤثرات صوتية، ولا أكتمك، كانت تخرج أشرطة تسجل في استديوهات في تلك الدول، بينما نحن في تلك الأثناء كانت المجاميع والمنشدين يستخدمون فصول الدراسة أو بعض الأماكن الخالية من الأثاث حتى يقوموا بالتسجيل. فلك أن تلحظ هذا البون الشاسع، وأعتقد بإذن الله بالمثابرة وبالجد أننا نصل. جميل. بما أن الأنشودة بدأت تأخذ يعني طابع التطور، وبدأت التقنية تظهر بشكل كبير جدا ومتقدم، في وجهة نظرك كيف نسعى ويسعى المنشدون لتطوير الأنشودة؟ رأيي الشخصي أن التطوير يحصل بالاستفادة من كل ما هو متاح في مجال التقنيات وفي طرق التسجيل وفي طرق التوزيع والهندسة الصوتية، ولكن بشرط دون أن يكون هناك إسفاف، لأن الإسفاف في الشيء يضيع المعالم. فقد يكون هناك تمادي بإدخال بعض الأجهزة أو استخدامها دون مبرر، وبالتالي تقضي على روح النشيد. أنا مع التطور، نعم، لأننا أصبحنا في وقت يجب أن نحاكي. لا أكتمك إذا قلت أننا ندخل في مجال منافسة حتى، فبالتالي لكي تثبت نفسك لابد أنه تستخدم ما هو متاح، ولكن كما قلت دون إسفاف. أبو عبد الرحمن، من المعروف عنك أنك تساهم بفاعلية في الحفلات الإنشادية واللقاءات والمهرجانات التي تقام سواء في المملكة أو خارج المملكة، و يعني لك تعاون طيب مع المنشدين في الخليج، وخرجت لك إصدارات أيضا مشتركة مع بعض المنشدين. ما مدى هذا التعاون بين الأستاذ محمد المساعد وبين المنشدين في الخليج؟ والله يا أخي الكريم، هي اللقاءات غالبا تحدث من خلال المهرجانات، من خلال الملتقيات التي تقام، ولكن أنا أحرص دائما بعد كل ملتقى أو مهرجان أن أكون على صلة بالإخوة الذين شاركوا في هذا الملتقى أو هذا المهرجان بقدر الإمكان، لتبادل وجهات النظر، التواصل ليس فقط من أجل النشيد فقط، ولكن التواصل مطلوب يعني بيننا كإخوة نسعى إلى هدف معين وهدف واحد، وهو نشر الخير من خلال الكلمة الإنشادية ومن خلال هذه الأناشيد التي نؤديها، وبالتالي يجب أن لا ينقطع هذا التواصل بأي حال من الأحوال. وبفضل الله تجدني باستمرار أحاول الاتصال بالعديد من الإخوة خارج المملكة من باب التواصل، أو من باب أحيانا هناك بعض الأسماء هناك اتفاق على أعمال معينة يعني تكون مشتركة بإذن الله، ولكن التواصل مطلوب يعني. الحكايات مبهمة. والمرايا مهشمة. والأباطير أصبحت بالأباطيل مفعمة. جعلتها يد الهوى صفحات مرقمة. ونفوس ساعدة ونفوس محطمة. وقلوب جريئة.
وقلوب جريحة وقلوب مرعمة ورؤوس حواسر ورؤوس معممة وثغور نواطق وثغور مكممة وسيوف قواطع وسيوف مثلمة وقلاع حاصنة وبيوت مهدمة وعجوز مروع لم يبارح مخيما بين جنبيه خفق صار للحزن معلما والخطى تطمس الخطى والأسافا غير فما والدمى تسحاق الدمى والنفيق مبرما والدمى تسحاق الدمى والمواثيق مبرما 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 أبو عبد الرحمن ثلاثة رسائل لمن توجهها وماذا تقول فيها؟ الرسالة الأولى وهي رسالة تحمل هم أوجهها إلى المنشدين بشكل عام، أقول فيها بأن المنشد لا ينسى على الإطلاق بأنه داعية إلى الخير من خلال هذا المجال، وبالتالي يجب أن يكون هناك تواصل، يجب أن يكون هناك ترابط، يجب أن يكون هناك تآخي، لأننا نسعى إلى هدف واحد وهو نشر الخير. الرسالة الثانية أوجهها لأصحاب المؤسسات الإسلامية، أيضا أذكرهم بأنهم ما أوجدوا هذه المؤسسات إلا للمساعدة على نشر الخير، فبالتالي لا تطغى الماديات على الأهداف، لأن هذه الماديات إذا طغت أوجدت أرضية من التنافس اللاشريف وغير المحمود بينها، وبالتالي سوف تكون معولة هدم وليست آلة بناء. الرسالة الثالثة أوجهها إلى الشعراء، نطلب منهم التواصل. أحيانا لا تستطيع أن تحصل أو تصل إلى الشاعر بسهولة ويسر، وإن وصلت إليه أعجزك الحصول على ما تريد منه. نحن كما ذكرنا من قبل لم نصل إلى مرحلة الاحترافية حتى نأخذ كل شيء بحسبان وبمقابل، فبالتالي نحن لا نزال هو، فلا يثقل كاهل القائمين على هذه الأعمال بمتطلبات ربما لا يستطيع أن يوفوا بها. يا كم لجلة تكتمهات وانفاس، يا كم زول الموت يمه يعودي، وقت الحمل والهم كاس بثر كاس، تسهر ونجمة السما له شهودي، 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 بلحني والأغاريدي وإيقاعات تغريدي أبث لكم.